مهامي الشخصي عشان ارد على اساءة صارت لي تقريبا من شهر في تحديد تحديدا في ليلة 24 فبراير من قبل المدعوة غدير السبتي. تطاولت علي وقامت بشتمي وارتكبت في حقي اساءات بالغة على شيء انا ما لي شغل فيه اساسا. يعني انا كتبت تغريدة لم اذكر اسمها نهائيا يعني ما وجهت لها اي اساءة ولم اذكر الاسم. مغردة اخرى تحديدا هي بوتشية قامت بعمل تغريدة وحطت صورتها وحطت انزين ليش ما اتصلتي غدير على بوتشية؟ ليش ما رحتي كلمتيها؟ اللي حط اسمك واساء اليك روحي تكلمي وياه او روحي تجيب ضده للقضاء. ولكن ان انا يتم الاساءة الي بهذه الطريقة اولا يعني الاستاذ باري موجود اعتقد هو محامي وعارف بمدى قانونية اللي انا قاعد اتكلم فيه. انت الحين متصلة علي انا في الساعة 12 بالليل بعد منتصف الليل، فانا لي الحرية ارد او ما ارد. اوكي عموما انا ما كنت من التليفون، كنت قاعد اسوي رياضة. لما خلصت رياضتي وانا احط تليفوني مسكر او بالاصح صامت، لما جيت لقيت حوالي 18 اتصال من تليفونها وحوالي اكثر من 20 اتصال من تليفون امها. وبعدين شفت الناس دازيلي، فطبعا انا مش بعد الاساءات اللي هي اقامتها في حقي انا مستحيل ان راح ادق عليها نهائيا. ومع ذلك اعطيتها فرصه حوالي شهر واكثر انها تطلع تعتذر بنفس الطريقه اللي اساءت لي، ولكن يظهر ان هي مبسوطه في الاساءه اللي هي اساءت لي. وانا من حقي، انت اساسا اعتقد قانونا مجرم ان حضرتك متصله علي. زين انت متصله علي شخصيا، ليش قاعد تصورين سناب؟ باي حقيه؟ لا يحق لك تصوير او تسجيل من غير اذن النيابه، هذا اول شيء. فالى جانب الاهانات والسب والقذف اللي انت قذفتيني فيه، يا جبانه يا ما ادري شنو. فالصراحه انا اليوم في المكتب عند الاستاذ باري وواوار، احنا تقريبا من اربع ايام قدمنا في حقها قضيه جرائم الكترونيه، وبيني وبينها القضاء، واللي يقول القضاء الكويتي انا احترمه واجله، وبين القضاء. وما دام انا اعطيتك شهر انك تراجعين نفسك وبنفس الطريقه، وانا لما الناس كلموني نفيت ان اللي انا اقصدها اي اسم، وقلت مو غدير ستي مع ذلك يعني.